مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل او سيده اعمال. معنا اليوم الاستاذ مهند، صاحب ومؤسس ميديا زون ريستورانت من الشارقه. مساء الخير، حابب اعرفكم عن نفسي. اولا انا مهند عبدين من الاردن، عمري 31 سنه، متخصص في بكالوريوس المحاسبه من الاردن، وكنت اشتغل بوظيفه في البنك مدتها 10 سنوات تقريبا خبره، وحبيت افتح مشروعي الخاص بنفسي واسس نفسي عن طريق المطعم ميديا زون بالشارقه في زوايا ووك. تجربتي بالمطعم التركي، طبعا انا بحب ازور تركيا كثير وبروح عليها سياحه، واكتشفت فيها اشياء كثير، منهم طعامهم واكلهم طريقه تقديمه، فحبيت انقل هاي الصوره لعنا في الدول العربيه، خاصه في دوله الامارات، اماره الشارقه. جميل جدا. طب ممكن تحكي لنا المزيد استاذ مهند عن انواع الاطباق والوجبات اللي بتقدموها داخل المطعم؟ نعم، عندنا وجبات تركيه شعبيه مثل المحار التركي باربع نكهات مختلفه، المحار التايلاندي نكهتين مختلفين، وعندنا الكباب الأضنة، وعندنا المحار التركي من أزمير، خصيصا من أزمير بيجي فريش بالطائرة بنجيبه، وعندنا الدايناميت شريم، وعندنا الموهيتو بجميع أنواعه، وعندنا اللبن الإيراني التركي الأصلي، وعندنا الشاي التركي والقهوة التركية والحلويات التركية طبعا. جميل جدا أستاذ مهند، في حكيت لنا كتير أنواع أطباق متميزة، كيف تميز مطعمك بتقديم هاي الأطباق؟ تميزنا طبعا بخبرتي الواسعة، إنه زرت تركيا أكثر من مرة، وخاصة ولاية أزمير أو منطقة أزمير، ومشتهرين بالمحار التركي، بحيث إنه هي المنطقة المسؤولة عن المحار التركي الأزميري، فإحنا نستورده من أزمير دايركت لإمارة الشارقة عن طريق الطيران طبعا. ونتميز انه عندنا وجبات اخرى مثل الحلويات التركيه الاصليه بطعمها الاصلي، واللبن الايراني الاصلي طبعا، وفيكم تجربوه وتذوقوه باي وقت، اهلا وسهلا فيكم. استاذ مهند، بدنا نعرف شو رؤيتك المستقبليه وشو مخطط للمستقبل. دعم نفسي ودعم الشباب اللي مثلي، واتوسع اكثر بالاطباق والوجبات الرئيسيه لاسعاد العملاء اللي عندي، وأوسع نفسي وشركتي وفروع أخرى، افتتاح فروع أخرى إن شاء الله. أستاذ مهند، بدنا بالأخير نعرف إيش اخترت دولة الإمارات لتكون منصتك الأولى لإنشاء البزنس؟ اخترت دولة الإمارات خاص نص بخصوص لأنه دائما داعمة للشباب اللي مثلنا، وبحب أشكر حكام دولة الإمارات وحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي على الدعم الدائم لدينا وتأسيس شركتي بكل يسر وسهولة. أستاذ مهند، بالأخير نخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع المطعم. إحنا موقعنا بإمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة في زوايا ووك منطقة الشهباء، ممكن التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن عن طريق التلفون أو واتساب، واهلا وسهلا فيكم جميعا. بالنهاية شكرا جزيلا استاذ مهند. اهلا وسهلا فيكم. ممكن توصلوا للمطعم عن طريق ارقام التليفونات الظاهرة على الشاشة او اللوكيشن موجود على مواقع التواصل والجوجل. شكرا جزيلا استاذ مهند. العفو، اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.